بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى النهاردة هنبدأ المحاضرة رقم 13. المحاضرة رقم 13 هنبدأ نعمل إيجاز شديد لوضع العمودة اللي إحنا حضرناها المحاضرات اللي فاتت. بعد كده حضراتكم هنبدأ ناخد هذا المعماري وهنبدأ نحوله إلى رسومات تناسب البرج. هنعرف ازاي نعمل النهارده اللوحه العامه للتقييس واشتراطات المساحات المصاعد والسلالم الخدميه او سلالم الحروب اللي هي بتبقى موجوده في الابراج. احنا على حسب اخر محاضره كان في زميل فاضل زودنا باخر تعديلات بالنسبه لوجود الترخيص او اعمال قانون البناء الموحد، وخدنا منها بعض الداتا اللي احنا نقدر نستفيد بها داخل المشروع. كان من ضمن الداتا دي ان انا المفروض ان انا هنا انا واخد 175، هي المفروض ما تتعداش المتر وربع، هنعمل موديفاي ونعدل الكلام ده ونخليه مطابق للترخيص، ويعني تقريبا افنش اللوحه ديت ايه بشكل مبدئي علشان ابدا اخد الرسومات بتاعه البرج وابدا احط اماكن الشرول واعرف انسب مكان احط فيه الشرول وازاي اخلي المبنى ده مقيد جانبيا او غير مقيد جانبيا، اللي هو الجزئيه اللي احنا كنا اتناقشنا فيها في العمدان على ما اذكر المحاضره اللي فاتت او اللي قبلها مباشره. فان شاء الله مع بعض هنبدا نعمل التعديلات المطلوبه و نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير باذن الله. هنا حضراتكم احنا اتفقنا ان احنا هناخد العمدان الداخليه، كان احنا عملنا عمود حتى منهم كان 25 خلاص في 85 زي ما اتفقنا، العمدان اللي هي الجانبيه اللي هنا ديت عملنا 25 في 60. اظن ان احنا عملنا كل التعديلات المطلوبه، بس انا متهيألي ان الاعمده دي لسه كبيره. نشيل التشييد دلوقتي، انا يعني مش عايزين نفنش اللوح اهو، اشيل انا كنسل التشييد ده خالص. ممكن اعمل السلكت يا جماعه بدل انا مع بعض كده هفوت على كل عمود، مش معقول يعني، واقعد احذف التهشير بتاعه يبقى كده العمليه صعبه قوي. انا ممكن اعمل اختيار اللير كلها، اما اجي اعمل اختيار ادوس على انا هنا دوست كليك يمين، اعمل كليك يمين اجيب كوك سلكت، انا كده هختار الليرز نفسها واقول له ان انا هاخد اللير اللي فيها الكولوم دايمنشن. انا كده قلت له اختار لي باللير، ما تختارش باللون، انا ممكن اختار باللون او باللير لاين تايب، ممكن اختار ده اسلوب سريع خالص للاختيارات اللي انا محتاجها. حضراتكم انا اخترت باللير واخترت الطبقه اللي انا حاطط فيها التأشيرة عشان كده كنت بقول الطبقات مهمه. انا بقول له اوكي، هو اوتوماتيك بيعمل لي سيلكت لو لاحظنا كده اي مكان اتعمل فيه تأشير في طبقه الكولم هاتش بيبدا يشيله لي. خلاص انا حدلت الكلام ده كله، يبقى انا كده لغيت كل التأشيرة اللي موجود قدامي في اللوحه. العمود ده كبير 25 في متر، احنا اتفقنا ده هنعمله 25 في 80، هناخد امر ستريتش اللي احنا اتفقنا عليه من المحاضره اللي فاتت، وهنعمل ستريتش بنقص 15 لهذا الرقم، يبقى ده كده 85. العمودين دول اصلا برضه كبار، هناخد لهم امر ستريتش. ممكن نطبق امر ستريتش، شوفوا يا جماعه اللوحه كلها اهو، انا اخدت امر ستريتش للقيمة دي وهنزل بيها اللي هي بوينت 15 عشان ما يحصلش شيفت كده زي ما انا شايف ان حصل شيفت، ان انا مش لما بقف هنا في بضمن بس الشغل بتاعي، بروح على اقرب سناب بوينت واقول له نقص دي خمسة، هلاقي دي صغرت ولا دي صغرت، يعني الاثنين بيصغروا مع بعض اهو، 25 بقى في 80 ده 25 في 80. برضه هنا نطبق امر ستريتش اهو، ناخده برضه 15 لفوق، انا اسف امر ستريتش على ال على سكيب. بوينت 15، خلاص احنا كده صغرنا تقريبا كل الاعمدة اللي موجودة في اللوحة. عندي هنا ديت كانت 175 عايز اعملها 125، برضو احنا عايزين برضو يا جماعه ايه لما يبقى في عماره زي كده او برج زي اللي احنا ان شاء الله هنبدا في تصميمه ونعرف مرحله تصميمه يدويا بالكود المصري ونبدا نطبق على البرامج، لان انا يعني اتمنى ان انا
نوصل لمستوى ان احنا نحس بالارقام. يعني انا عايز يبقى عندنا شعور واحساس بالارقام اللي احنا بنطلعها من البرامج الانشائيه المختلفه، ولما اخش اشتغل ابقى انا فاهم يدوي قوي انا بعمل ايه، علشان احس بالناتج اللي هيطلع، وعشان لما اجي اعمل المقارنه ابقى عارف الخطا فين، او ممكن يكون فرق الكود ده من الكود ده ايه. انا هخلي تقريبا الكيرف ده زي ده يعني، عشان برضو الشكل العام يبقى ليه كويس. انا المهم نعمل امر الاول استريتش على البلكونه كلها كده اهو. خدت انا، شوفوا يا جماعه انا خدت البلكونه كلها معايا، وهنزل بدي اللي هي كانت نص متر بقى، انا كنت عاملها 175 على ما اذكر، او 175، هنزل بيها نص متر عشان تبقى متر وربع زي ما قال لنا الزميل الفاضل من خلال الكود اللي هو بعته. انا لما هنا عملت امر استرتش، وهعمل استرتش كله يعني بقى الشكل كله واحد. انا هاخد من دي كده واعمل لها امر ايه ميرور، عشان يبقى الشكل اللي هنا تقريبا هو اللي هنا، يعني ما يبقاش فيه ايه شكل مش لائق في البرج بتاعي يعني، ايا كان المكان اللي عامل فيه ميرور. وبعد كده هنقلهم حضراتكم، اكنسل الخط ده خلاص، اخد موف للجزء ده احطه مكانه. اوكي طيب، اتبقى لي هنا في المنطقه دي كانت برضه 175، انا مش عايز دي 175، انا عايزها برضه متر وربع. انا هاخد دي برضه كده اعملها استرتش، نص متر. اوكي كده قلت النص متر بتاعي، ابدا اعمل شنفر على الجزء ده، هخلي الجزئين دول يمسكوا بعض. هنا هاخده بامر الديستانت، والديستانت اقول زيرو، وبعد كده الجزء الثاني برضه هخليه زيرو، وهبدا اعمل امر الشنفر على هذا الجزء. خلاص انا كده ظبطت ده وضمنت ان ده زي ده، وبالتالي المسافة الجانبية اللي هنا هتكون تقريبا قد المسافة الجانبية اللي هنا. يمكن السديات مثلا طلعت صغيرة، اكبر شوية الشغل بتاعي مش ممنع. 73 هنا كانت 3 في 10 سنتي راحت مني، واخدين بال حضراتكم. انا عشان اخد ال 10 سنتي دي ممكن اخدها على بعضيه كده واعمل له موف في اتجاه قطري، صح؟ اعمل له موف في اتجاه قطري، هعمله كام؟ هعمل 10 سنتي، اعمل له موف في اتجاه قطري او عمودي هنا كده. انا بلقط يا جماعه الخط بتاعي، بلقطه بقول له اعمله لي 10. اوكي ابدا اقفل الشكل بتاعي، يبقى انا كده عملت اللي هنا تقريبا زي اللي هناك 83 83. انا كده ضمنت ان هذا الشكل تقريبا هو نفس الشكل اللي موجود هنا. ممكن نفس الشكل ده انقله الناحيه دي، ولما اجي انقله الناحيه دي نفترض، معلش انا نعملها بالمره طالما احنا خلاص. ده بقى العرض الاقصى للبلكونه اللي هو المتر وربع. هناخد برضو كوبي من اللي فوق هنا، تمام انا اسف مش كوبي، هنعمل يعني ميرور الشكل اللي موجود تحت خلاص. المفترض ان انا عندي ان النقطه دي برضو تبدا من هنا، يعني لازم احافظ على المتر، المتر ونص ده مهم جدا، ما اقدرش ان انا احيد عنه لان دي مش خطوات الايه الترخيص يعني. واخدين بال حضراتكم؟ خلاص كده انا عملت الشكل بتاعي اللي انا محتاجه. اقطع الزيادات اللي موجوده هنا، اوكي قطعت الزياده، خدت الجزء ده دلته خلاص، بقى الشكل ده قريب من هذا الشكل اهو ماشي. الكيرف ده لو مش مناسبني هنا هيقفل لي باب البلكونه. ممكن اعمل استرتش على الجزء ده وابدا انزله تحت شويه، ابدا نزود. انا اسف انا خدت سكيل مش هبدا انزل بالجزء ده لتحت. شايفين كده يا جماعه انا بحاول افتح الدوران شويه، انما بحافظ على الشكل النهائي للشغل بتاعي. العمود ده لو هيعرضني برضو في باب البلكونه مفيش ما يمنع ان انا اخد العمود نفسه والفه في هذا الاتجاه عشان ما يضايقنيش في حاجه. خلاص اعمل موف للعمود، اجيبه هنا. هنا انا بعمل تعديل معماري بقى، صح كده يا جماعه؟ انا كده وانا شغال لقيت حاجه انا
معماريا مش الشكل المعماري مش هيخدمها الانشاء بتاعي، فانا عملت تعديل انشائي علشان اوصل للمعماري اللي انا محتاجه، والبلكونه دي ما تبقاش ضيقه عليا واقدر افتح باب البلكونه في الواسع هنا في المنطقه دي. طيب كده احنا تقريبا خلصنا كل الموديفاي على حسب اخر تعديلات وصلتنا. يعني نبدا ناخد الشكل ده كده الاول، نعرف الشكل العام للوحه الترخيص، ندلت الشغل ده، ندلت الجزء بتاع الجراج اللي احنا شرحنا عليه المحاضرة اللي فاتت، التقسيم اللي كنا بنشرحه، اسكيل اللوحة يا جماعة بتاع الترخيص بيبقى 1:50 بالنسبة للبلانات والواجهات، وبالنسبة للقطاعات 1:20. أنا لما باجي أطبع لوحة أوتوماتيك، أنا بطبع اللوحة بتبقى العرض بتاعها متوفر في السوق. أنا بتكلم على يعني شغل سوق، أنا عايز أوصل بالشغل ده، عايز أروح أطبعه وأعمل رخصة وعايز أشتغل في السوق يعني. البلوتر لما بيجي يطبع بيطبع بعرض 80 او 70 او 90 سم في اي طول انا محتاجه. يبقى العرض بتاع اللوحه بتاعتي 80 او 70، يبقى انا المفروض ان هذا الشكل يخش لي جوه الايه؟ جوه البلوتر. احنا ممكن بدل الكلام ده بنعمل موديلز في الكمبيوتر وبنقول له لي اوت 1 لي اوت 2 بحط اللوحه اللي انا محتاجها. ده امر يطول شرحه بالنسبه للاوتوكاد. فانا هعمل لوحه سريعه خالص، هقول له والله انا هطبع 1:50، انا عندي اللوحه اللي موجوده في السوق سي ان انا هي عرض اللي هو اقصى عرض ليها 90 سم، يبقى 90 سم اخدها بكام يا جماعه؟ اخدها هنا ب 45، لان انا بعمل سكيل كام؟ 1:50، يعني ال 45 اللي رسمتها دي لما يجي يطبعها للراجل هيطبعها لي في كام؟ في 90 سم. وهمشي كده متر مثلا، هفترض ان انا كده انا عملت لوحه ايه؟ 90 في متر. عملت اللوحه كام؟ 90 في متر. ممكن ازود عن متر، ممكن انما انا يعني بعمل حاجه اللوجيك اللي احنا بنشتغل بيها، وممكن نطبع لوحه او اثنين او ثلاثه او 10. يبقى المشروع ممكن بيحتوي على مثلا 10 لوح. لازم في الرخصه بتاعتي اقدم من كل رسمه، من كل رسمه ثلاث نسخ، من كل رسم ثلاث نسخ. ده لو رخصه مش هتروح المجمع العشريه، لو رخصه تروح المجمع العشريه بعمل من كل رسمه خمس نسخ. مجلس المدينة بيستلم الخمسة، بعد كده بيسلمني رسمتين معتمدين من مجلس المدينة ومرفق معاهم جواب لشركة التأمين عشان أأمن على الإيه؟ على المشروع. والموضوع ده أنا هشرحه بالتفصيل، موضوع شركات التأمين. إنما مبدئيا أنا كل لوحة من دول هطبعها كام مرة؟ أصل واتنين، يعني تلات لوحة. طيب بعمل كده يا جماعة، ده البرواز بتاعي خلاص. اتفقنا إن إحنا لو خدت سجل كده دي بقت 50 بالنسبة لي، صح يا جماعة؟ 50، يعني لما يجي الراجل هيطبعها اما اكون بطبع سكيل 1:50 هيطبع لي ال 50 دي في طول متر، دي 45 اللي هو اقصى سكيل، ده بروز اللوحه 45. يبقى انا كده ضمنت اللوحه اللي هتطبع الراجل هياخد لي لما يجي يعمل امر الطباعه، هيجي يعمل البيك بتاعه من هنا لهنا، خلاص يبقى هو بروز لي اللوحه دي. جوه اللوحه ديت انا المفروض بعمل برواز تاني ليا بقى، يعني واعمل باتش المكتب واعمل الحاجات دي كلها. انا بعمل موازي كده حوالي، خلي بالكم انا لو كتبت مثلا سي هنا واحد، يبقى انا كده سبت 2 سم، صح كده يا جماعه؟ بالنسبه لسكيل اللوحه انا سبت 2 سم اهو. ابروز الكلام ده، ابدا اقطع هنا كده، انا بحمل برواز للوحتي في حدود 2 سم داخل الايه؟ داخل اللوحه الكبيره. يعني لما يجي ياخد البك بتاعه هياخده منين؟ هياخده من بره، يقوم البرواز الجواني ده يظهر ايه؟ يظهر شريط حوالين الرسمه ككل. طبعا انا ممكن اخد ده واخد ده واخد ده، اسيبه عادي في طبقه الوول بتاعتي، بس اللي بالنسبه لي اللاين ويت بتاعي ما اخلوش باي لاير، اكبره بقى، لان ده هيبقى برواز اللوحه بتاعتي مثلا اخليه 100 مللي اللي هو سنتي، يعني هيبقى في شريط اسمر سنتي حوالين اللوحه. انا ممكن ابروز واعمل اي شكل، انا مش عايز اضيع وقت في الكلام، بس انا بعمل شكل اللوحه، شكل الايه؟ اللوحه. بعد كده حضراتكم في الركن اليمين السفلي، ده الكلام اللي انا بقوله مش بقوله سوق، ده انا بقوله ده ان هذا الشكل موجود داخل قانون التراخيص وموجود داخل الكود المصري، موجود داخل الكود المصري. داخل الجنب اليمين من اللوحه ده مخصص ليه؟ الملاحظات، الجداول، واسم المشروع والمالك والمهندس المصمم والمهندس المشرف. فباخد انا البادج بتاعي كمكتب مثلا، انا طبعا الحمد لله يعني انا عامل بادج خاص بالمكتب في كل الديتيلز اللي بيحتاجها الكود المصري. باخد كوبي من الشكل ده اهو، خدت كوبي واحطه في اسفل من اللوحه السفلى، خلاص يبقى ده الشكل بتاع اللي انا ايه هعمله هنا. طيب بحط ايه المعلومات اللي بيحتويها هذا الجدول؟ الجدول ده بيحتوي على الاتي،
بيحتوي على الاداء طبعا اسم المكتب بتاع حضراتكم. بعد كده تاني برواز بيبقى فيه اسم المشروع، انا مثلا همشي هنا مثلا ارضي زائد مثلا بدروم زائد ارضي زائد 9 ادوار علويه مثلا، يعني نفترض ان ده اسم المشروع بتاعي. اسم اللوحه هنا قول انا هعمل اللوحه دي معماري الاول علوي ومعماري البدروم ومعماري الارضي. رقم اللوحه سيف دخل هذا المشروع هو 1، رقم المشروع ده الخاص بالمكتب بتاع حضراتكم مثلا مشروع رقم 50 رقم 100 رقم 1000، يا رب نوصل كلنا رقم مليون في مشاريعنا. مقاس الرسم بالنسبه لي 1 ل 50، تاريخ انشاء الرسم. بعد كده حضراتكم لو في المكتب مزود بفنيين بيعملوا رسومات اوتوكاد اكتب اسمه، اللي هيراجع التصميم يكتب اسمه، وبعد كده اعتماد صاحب المكتب. طيب ده الشكل العام بتاعي. المقاس ده محدد، المقاس ده محدد لما باجي اطبعه العرض بتاعه ما بيزيدش عن ايه سي كده يا جماعه، يعني رفلي ناخده 15 سم في 15 سم، يعني ده اقصى ايه اقصى حاجه ليه، ما يقلش عن كده، ولازم يكون واضح، لازم يكون واضح. يبقى ده مشتملاته المشروع انشاء كذا، اسم صاحب المشروع، يعني عفوا انا برضه عشان كويس ان انا افتكرت الجزئيه دي، انا هعمل هنا اهو مشروع انشاء بدروم اهو، انا هكتب زائد أرضي زائد 9 أدوار علوي، تمام؟ خلاص أنا كتبت كده المشروع بتاعي أهو، ده اسم صاحب المشروع أهو كتبته. بعد كده المشروع ده بتاع مين؟ لازم المالك أهو عشان اسم الرخصة، ها باسم السيد، عفوا انا اسف، باسم السيد فلان مثلا كتبت اسمه اهو. بعد كده بكتب عنوانه، انه عنوان مش عنوان الراجل، انا بكتب عنوان المشروع بتاعي، بكتب عنوان المشروع بتاعي ده هنا، بكتب الايه العنوان خلاص بكتبه في هذا السطر. يبقى انا البرواز ده اهو بكتب فيه عدد الادوار، اسم صاحب المشروع، بعد كده ايه عنوانه، وبملى هذا الايه الشغل بتاعي. بعد كده اللاين ده انا باخد كده خط خفيف خالص خالص كده اهو، اقسم بيه المنطقه دي خالص عن اللوحه، وحتى لو هو في طبقه الغول مثلا انا برضو هحطه رقم بوينت 15. انا كده باخد اللاين ويت وانا شغال عشان الراجل بيطبع ما يدوخش في الايه في اللوحه بتاعتي. خلاص يبقى انا عندي الاريا دي اللي انا حددتها الصغيره دي، يبقى انا هنا هكتب الملاحظات، وان شاء الله هنمسك الملاحظات دي بالتفصيل، وهحاول باذن الله تعالى اكتب لكم كل ملاحظات الاعمده، كل ملاحظات الكاميرات، كل ملاحظات السقف، الاساسات اللي احنا بنكتبها فين؟ بنكتبها هنا عشان نعمل لوحه الترخيص. نبدا بقى نوزع اللوحه بتاعت. خلاص احنا اتفقنا ان انا سي ان انا هاخد ديت اسم اللوحه بتاعتي، هقول ان ده معماري مثلا اهو معماري البدروم زائد الارضي زائد، لان احنا عاملين له كل حاجه رسمه، زائد الاول والثاني علوي، ونشوف اللوحه كده لو كفت حاجه تاني اكتبها، لو كفت حاجه تاني معايا اكتب اللوحه، المهم مشتملات اللوحه بتاعتي انا بكتبها هنا. واخدين بال حضراتكم؟ مشتملات اللوحه بتاعتي، اللوحه سي ان انا عاملها هنا دي يبقى رقم 1، يبقى انا عندي المشروع ده سي 50 اللوحه رقم 1، يبقى رقم 1 في المشروع رقم 50. طيب نبدا ناخد بقى الشغل بتاعنا كده اهو، هاخد واحنا الشغل اللي هنعمله جوه هنظبطه، هاخد منه كوبي كده اهو، طبعا لسه ما حدش اللي بيبان ولا شبابيك، انا بس بحاول اوريكم ازاي بوزع اللوحه. سي انا حطيت هنا معماري الدور اللي هو الاول والثاني العلوي، يستحسن يا جماعه نكون شغالين بالترتيب، يعني يبقى انا عندي في الاول خالص يبقى في البدروم، بعد كده الارضي، بعد كده الاول والثاني العلوي، وهكذا. انما انا بس بوريكم ايه بوزع ازاي. انا كده حطيت هنا معماري الاول علوي، سي ان انا هاخد كوبي من معماري الدور الارضي، بس طبعا انا بعمل اللوحه دي بعد ما بفنش لوحتي خالص كمعماري، يعني هفنشها لكم خالص كمعماري، انما انا بس بوري لك التوزيعه تمشي ازاي. بحط هنا حضراتكم البلان رقم 2، واضح ان اللوحه مش هتاخد مني بلانات تاني فوق، ولا هقدر احط بلان تاني هنا. ممكن لو
اعمل بس موف لده كده، اشوف اللوحه تاني لو اقدر احط فيها حاجه تاني، ممكن اخد كوبي من ده اللي هو نخلينا فيه برضو اللوحه بتاعت، ناخد كوبي من الادوار اللي هي الرابع والخامس العلوي، لان في معماري تاني هيجي اللي هو بتاع الادوار العليا بقى اللي فوق الايه اللي فوق الخامس يعني، ناخد كوبي من ده نحطه هنا سي اوكي. ابدا اظبط الاثنين دول جنب بعضيهم كده، هعمل موف اهو، اخد نقطة هنا بس كده طبعا عشان لسه ما حطيتش محاور ولا حطيت حاجة. يبقى انا ممكن يا جماعة اكبر شوية اللوحة بتاعتي عشان اخد دول بس، يعني اعمل اللوحة فيها اربع معماريات، اقيس المسافة اللي هي من هنا شوف كده هنا طلعت كام، طلعت من مثلا سي 10 صح كده، طلعت سي 10. يبقى انا هاجي اخد امر ستريتش وهكبر اسف انا ما حطوش على كله، المفروض ده يتعمل بالبول لاين يعني، المفروض ده يتعمل بالبول لاين سي. انا هاخد هنا 10 متر وهعمل برضه امر ستريتش تحت واخدهم 10 متر الاتجاه ده 10 متر اوكي خلاص. انا كده اللوحه بتاعتي تقريبا ظبطت، الكلام ده ما بيتكتبش بقى هنا شارع ولا شارع ده ما بيتكتبش. اعمل موف للشكل ده، اقرب جوه شويه، احط جوه البرواز بتاعي اهو، كلمه جار دي ما تهمنيش قوي خلاص. يبقى انا اللوحه دي بتاعتي يا جماعه اقدر احط فيها مثلا سي اربع بلانات، يبقى انا احط هنا البدروم واحط الارض واحط الاول علوي واحط هنا الخامس السادس، واعمل لوحه ثانيه صح، اعمل لوحه ثانيه احط فيها معماري الادوار من كذا الى كذا، واحط القطاعات واحط الواجهات، واحط القطاعات واحط ايه القطاعات وايه الواجهات. لازم امسك الشكل بتاعي كده وابدا ارسم اليفيشن، وان شاء الله برضو لهذا المشروع هنعمل هذا الكلام، بس انا لغايه ما هنالك مش عايز يعني اسهب قوي في موضوع المعماري، علشان بصراحه انا نفسي اخش في الانشائيات يعني الشغل الانشائي. انما لو حد من الزملاء يعني عايز ان انا اكمل الجزئيات ديت انا تحت امر حضرتك يعني ان شاء الله. يبقى انا كده خلاص حطيت في اللوحه دي الشغل بتاعي، هحط حاجه اسمها لوحه قطاع، لوحه ايه؟ لوحه قطاع. القطع ده احنا ممكن ناخده كده ايه؟ يا اما قطع تفصيلي زي ان انا هقطع هنا واقطع هنا وجنبي للراجل، يعني مش لازم اقطع كده، مش لازم اقطع عدل يعني، لا انا ممكن اخد القطاع بتاع كده وامشي كده واجي كده واقطع واشوف ايه اللي هشوفه وارسم الايه؟ القطاع. وممكن قوي اقول له بس عشان اوضح له الارتفاعات اخد قطاع في الحته الصغيره دي عشان ابين البلكونه وارتفاعاتها من الشارع وارتفاعات الادوار. انتوا لو فاكرين نقدر نرسم قطاع وبعد كده اعمل القطاع ده على شكل موديل عندي، يعني مش لازم انا كل مره اقعد ارسم قطاع، لا انا بصراحه بعمله موديل عندي وبحطه في الرسومات بتاعتي، المهم يكون مطابق لاشتراطات الايه؟ الترخيص. نعمل قطاع لهذا الشكل، نبدا نوضحه كده هنا لوحديه اهو، ده نعتبره هو منسوب الايه؟ منسوب الرصيف. اجي واخد كوبي او واخد اوفست منه، المفروض ان انا اول دور عندي على ارتفاع 4 متر، ثاني دور عندي هيبقى على ارتفاع 3 متر. هعمل دور واحد في المتكرر وابدا اكرر عدد الادوار كلها عشان ما ايه؟ ما نتعبش. هاخد خط هنا عمودي اهو على 3 متر لوحده، وهكمل انزل برضه هنا ايه؟ عمودي اوكي. الشغل ده انا مش محتاجه اللي هو بره، انا هخلي ديت هي واجهه البيت بتاعي. لو انا قطعت يا جماعه في الخط ده هقطع هنا كده، عفوا هقطع كده عشان برضه انتوا عارفين انا ده بقطعه او بوري بس الشكل، انا بقطع الحته دي عشان اوري الايه؟ اوري الارتفاعات على كامل الايه؟ على كامل الدور. يبقى انا عندي كده البلكونه بتاعتي هيبقى لها بروز، اوضح البروز، دي الفايده من القطاع هو توضيح البروزات والارتفاعات تمام؟ يبقى ده بروز البلكونه اللي هيحصل اللي هو على ايه؟ بعد متر وربع، خلاص انا اخدت الاوفست. الجدران بتاعت السمكه بتاعتها 12 سم، بوضح 12 سم. بس ان انا عندي الدور الارضي انا هعمله بطوبه 25 سي 25 اهو، يبقى انا وضحت في القطع بتاعي سمك الايه؟ سمك المباني اللي انا شغال بيها، هفترض ان انا همشي على هذا. بعد كده اعمل تخانه للسقف بتاعي سي بوينت 15، خدت البوينت 15 بتاعت السقف. بعد كده اوضح السقوط بتاع الكاميرا سي ان احنا على عمق مثلا 60 من المنطقه العلويه اهي 60.
المفترض ان انا عندي يا جماعه الكاميرا بتاعت الدور الارضي مثلا هعملها 30 اللي هي بعرض العمود، او ممكن اعملها 25، وانا بفضل اعملها 30 عشان ما يبقاش في سوكه مع الكاميرا مع العمود، ان الجريم ما بيظبطهاش في السوق، وانا هوريها لحضراتكم بالتفصيل ان شاء الله. انا هاخد الكاميرا هنا في الدور الارضي عرض 30 اهو، يبقى كوبي من ده عرض 30، هبدا اقطع الشكل بتاعي عشان نبدا نوضح اماكن الكاميرات واماكن الحيطان واماكن انا كده يا جماعه. يبقى انا عندي هي دي الايه، الكاميرا هي دي البلاطه بتاعت السقف، ديت الايه الحيطه. المفترض ان انا عندي البلكونه بتاعتي تطلع 125 اللي هو ربع متر اهو، انزل كده بوينت 15، انا بوضح الرسم بالتفصيل وكده عمودي خلاص انا خلصت. اقطع المسافه الزياده اللي هنا، اصبح ده البلاطه بتاع البلكونه، ديت الكاميرا بتاعتي، هنا ده الرصيف بتاعي، اعمل له بس استرتش كده صغير عشان يبقى مثلا على متر ولا حاجه، ابين له الرصيف ان ده رصيف، وابين له ارتفاعه سي اهو، بقول له هنا منسوب الزيرو، بكتب كده هنا منسوب الزيرو، بعد كده اقول هنا زائد 15، اوضح منسوب التفنيش بتاع الدور الارضي على حسب ما احنا اشتغلنا، اوضح له منسوب التفنيش فين، قال له منسوب ظهر البلاط. بعد كده طبعا انا هعمل زي بالظبط ايه، اكني بعمل كات يعني، اعمل شكل كده ايه اكني قاطع، عشان يبان الشغل بتاعي بس بشكل شيك يعني ظريف اهو، كأني قطعت. طبعا انا كده برسم في ليه واحده بس، انا عشان اوضح يعني، خلصت دي في طبقه الوول. القطاع طبعا مش معقول هيبقى الخط بتاعه الفونت بتاعه تقيل زي الحيطه. المفروض ان انا عندي المنطقه دي كلها اللي هي السقف بالبلاطه بالكاميرا بتاعتي، ملاحظين ان دي ما بقاش فيها تشييد، هنقطع الجزء ده كده ننزله لتحت اهو، وهنرسم احنا خط كده اهو عشان نقفل الكاميرا، عشان لما اجي احطها في اللير بتاعت العمدان هاخد المنطقه دي كلها خلاص اتظللت معايا، احطها في اللير بتاعت العمدان بتاعتي اللي هي في الكولم اهو. يبقى هي كده خدت فونت الايه، فونت الكولم. اقطع الزيادات اللي عندي مش محتاجها اهو، نفس البلاطه دي بتتكرر فوق، اكررها كوبي من اخر نقطه، ادي 3 متر اوكي خلاص الخط ده انا مش محتاجه. برضو نيجي نقطع عشان يبقى شغلنا كده نضيف اهو. كده انا عملت شكل البلاطات، شكل الكاميرات. الكاميرا اللي فوق دي بتبقى 25، مش هتبقى 30، يبقى هعمل لها موف بوينت 05. ابدا اعمل امر شانفر على الجزء ده اهو كده خلاص، يبقى الكاميرا دي بقت 25، وادي البلاطه بتاعتي. الدروه بتاعت البلكونه اتفقنا الارتفاع بتاعها كام، ارتفاع متر، والسمك بتاعها 0.12، ادي اللي هو 0.12. خد اوفست بوينت 12، ادي البوينت 12 بتاعتي، اخد اوفست ده على بعد متر عشان اقطع البلكونه بتاعتي، اوفست على بعد متر، ابدا اقطع الزيادات اللي موجوده خلاص كده، ابدا اخد ماتش بروبتز على ده واخلي دي برضه زي الحته خلاص كده. انا عملت البلكونه بتاعتي وعملت الحيطان بتاعتي، اوضح ارتفاع الباب بتاع البلكونه، اوضح ارتفاع باب الدور الارضي، سي ان انا بدل ما هاخد القطاع في المنطقه دي عشان ابين ارتفاع الباب هعمله هنا اهو. يبقى انا كده المقطع دي، المنطقه دي فيها الايه؟ فيها السلم من تحت عفوا. يبقى انا هوضح ارتفاع الباب ده، يبقى انا هنا هوضح ارتفاع الباب، سي ان عندي ارتفاع الباب ب 2 متر و20. ان شاء الله احنا هنكتفي بالمحاضره لحد كده، وان شاء الله هنكملها تاني ان شاء الله. يعني دي اعتبرها محاضره منفصله، وان شاء الله هنبعت محاضره تاني سريعه باذن الله النهارده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.